السير بعد تدخل فرق المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل. روبورتاج نزهب عزيزي مولودي زنتين. هنا في فجيزاد على الطريق الوطني رقم 1 الرابطة بين ميدلت وأزرو، الكاسحات تشتغل لإزاحة الثلوج عن الطريق. في المجموع 14 آلية جندتها مديرية التجهيز والنقل على مستوى كل المحاور الحساسة. عندما تكون هناك عاصفة ثلجية نحاول إيقاف السير في المقاطع المليئة بالثلوج ونعلم السائقين بذلك. نحاول أيضا إرسال كل فرقنا إلى الأماكن المتضررة لتقديم المساعدة لمستعملي الطريق. خمسون سنتيمترا في الأعالي وثلاثون في السفوح حجم تساقطات الثلجية بإقليم ميدلت. هذه الطريق مثلا قطعت بسبب تراكم الثلوج لكنها فتحت بعد ساعات قليلة. قطعت الطريق وأعيد فتحها، هذا من فضل ربي ونحمد الله على هذه الثلوج والأمطار، فهذا ما نحتاجه. كانت الطريق شوية مكرفسة تقطعات، ولكن المجهود أنت عاوز رجل الحمد لله كل شيء مزيان. نتمنى لهم الله الخير، لا يخلي هذا الشيء إن شاء الله دايم. جميع المقاطع الطرقية مفتوحة حاليا بإقليم ميدلت، مديرية التجهيز والنقل تواصل الاشتغال، وطبعا السائق مطالب بالحيطة والحذر. والأمطار الغزيرة بشمال المملكة تسببت في ارتفاع منسوب مياه واد النخلة ما أدى إلى انقطاع الطريق الوطني رقم 2 الرابطة بين شفشاون وتطوان. وزارة التجهيز والنقل تعلن أنه تم تحويل الاتجاه عبر الطريق الإقليمي الرابطة بين شفشاون وواد لاو والطريق الوطنية بين واد لاو وتطوان. من مواد